راح اكمل الفيديو، لا تستعجلون على القرف، بس خلني افهمكم من هذا الشخص، حتى انا والله ما اعرف منه. يا خرا هذا الشخص محتواه بالكامل بالتيك توك عباره عن انه يدوس على النعمه. الله اعزكم الله واكرمكم، فقط ما يطلع غير رجله وكاتب ما اقدر اشوفك. كيف قسم الله لو شفت صد لا اذبح قبح يا وصخ امبليسك امبليس الوصخ. يا ويله من نار جهنم، بكاء وألم من الجوع، ويفقدون بعضهم يوميا من قلة النعمة، وهذا جالس يتودس نعمة الله قدام الآلاف، ولكن أنا متأكد إن غايته هو إنه يستفز العالم. ليش؟ عشان يحصل على الشهرة، وهذه استراتيجية يلجؤون له لما يخفوا من الله ولا همهم أحد. ولكن ثقوا إن في يوم عدل راح نسأل كلنا عن النعم. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. طبعا اغلب مقاطعنا رعب رعب رعب، حبينا هالفيديو نشطح ونغير شوي. اليوم بوريكم فيديوهات غريبه تطير العقل ايا كان نوع هذه الغرابه، بس المهم انها فيديوهات صادمه. وشكرا لكل واحد يسوي لي منشن بالتيك توك على هذه المقاطع او على مقاطع الرعب، واكتبوا ايضا بالتعليقات ايش تبون الفيديو القادم، هل تبون رعب ولا غرائب؟ المهم اكتبوا اللي بروسكم. اسعد باللايك ما عليك امر اذا كنت من قديم تعرفن، واسعدنا بالاشتراك اذا كنت ضيف جديد علينا. انا بيبسي وخلونا مع الفيديو. ثاني فيديو، اصبر بدور فيديو غريب واجيكم. هذا الفيديو عجزت لا اصدقه. المهم البنت مصوره فيديو بالتيك توك وهي بالقطب الشمالي جالسه تغسل الملابس، وما هي لابسه اي ملابس للتدفئه. انتم تدرون كم تصل درجه الحراره بالقطب الشمالي؟ سالب 45 درجه، يعني الماء يتثلج قبل يطيح على الارض. احتمال ما اقوله مبالغه رموشك تتثلج. المهم شوفوا الفيديو حق البنت وبعدين برجع بقول لكم شيء. ما شاء الله، والله انها سنة رغم البرودة والظروف الا انها قائمة بالعمل. سبحان الله، الاعصاب والجسم له عامل قوي. يعني في واحد عزيز على قلبي بالصيف يبرد، ما اقولها مبالغة، بالصيف بالليل يلبس ملابس شتوية من البرد، نفس جسمه سبحان الله حساس ويبرد. سبحانك يا رب. ثالثا، بس اصبروا يا عيال، اهم شيء اكتبوا بالتعليقات هل تحبون تطلعون على الغرائب اللي كذا ولا تحسون انكم بحصة علوم. الحمد لله لا اله الا الله، استغفر الله. ثالث فيديو، وهذا مخلوق حي سبحان الله غريب، حبيت ابحث عن هذا المخلوق واجيب لكم معلومات عنه لكن انحرجت من العم جوجل، ما ادري وش اكتب عشان ابحث عن هذا المخلوق. المهم بعد ما تشوفونه راح تقولون معك حق يا بيبسي، تفضلوا. طبعا كتبت اغرب مخلوق بجوجل، ببحث عن هذا المخلوق وطلع لي هذا. رابعا، طبعا كثير ما نسمع ان في حيوانات تفترس البشر ومناطق محظورة للبشر بسبب خطورته، ويقتلون الحيوانات عشان ما تؤذي البشر. طبعا بعد هالفيديو انا اطالب انكم تحمون الحيوانات من البشر، تفضلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يعرف ايش صار بالدنيا؟ معروف عن التمساح انه من اقوى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان يستسلم ابدا، كيف سمح لنفسه انه يركب الدباب؟ خامسا، هذا الفيديو مصور بكازاخستان، ان شاء الله اني قلتها صح. كانت درجة الحرارة بالمنطقة سالب 52 درجة تحت الصفر، شوفوا وش صار للحيوانات اللي هناك. من بوغن هيك من جيل مابر برنشايدن عالت سجون بوغن من جان سجرتي خوي قط قط سوقتن منيكي كورنزن
тұрған орында қатып қалған ғой. Оо, мынаны қараңдар, Алматы. Табақ соқыс. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі іт қатып қалған. Оған жер. Оо. Не деген аяз. Оған үстіне тышқан ба бірден кемінген күн шығады. Бақыш жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге кеп қалды мекен өзі. Көрген жоқпын осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқпын. آخر فيديو وأغرب فيديو، هذا كلب أعزكم الله مدرب تدريب للقطار أو مدري الطائرة، المهم حاطين صوت قطار أو طائرة ونفس الكابتن جالس يتكلم وكأنه يتكلم عن إن في خطر، فجأة الكلب إذا حس إن في خطر يوقف القطار أو الطائرة، يعني الكلب جالس يفهم الكابتن من طريقة الكلام، سبحان الله ماني عارف أنا كيف الكلب يفهم لغة البشر، تفضلوا. ناندا، ونتن تشو دازو، تشو تي ده حناسبا إي دارو. おい待て、子供の真剣だけは渡さないぞ。私の目の黒いうちは目黒、目黒。いいか、勝手にうちを出て行ったお前にどんな気持ちで、どんな顔で話してるかわかるか。今の私の顔は。طبعا الآن حنا بعصر الذكاء، الجوالات أصبحت ذكية، الآلات أصبحت ذكية، الحيوانات أصبح عندها قابلية للذكاء، يعني في حيوانات عسكرية مثل أعزكم الله كلاب البوليسية. طبعا بالعصر هذا أصبحنا نتجه إلى الحيوانات أو إلى الآلات لأن ما تأخذ راتب وممكن تسوي أداء قريب من الإنسان، يعني مثل كلاب أعزكم الله عندها استطاعة أنها تقدر تشم، إذا ما خاب ظني المخدرات، إذا كان معك مخدرات تقدر تشمه، تقدر تكتشف مكانه، يعني عندهن قدرات سبحان الله الحيوانات، فأصبح والبشر يوظفونه لصالحهم. أهني كذا وصلت إلى هذه الثانية. اليوم مقطعنا مو غرائب مرعبة ولا جن، اليوم مقطعنا غرائب علمية. أشكرك على المشاهدة، أشكرك لوصولك إلى هذه الثانية، وحبيت الصراحة إننا ننوع شوي، غالبا ننزل جن، غرائب مرعبة، جن. واكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبتكم مثل هذه المقاطع، أو اقترحوا لي وش تبون الفيديو القادم. وبس ما ننسى إن الحياة جميلة مهما كان، وما ننسى أيضا إن الحياة قصيرة، استمتع بكل ثانية ولحظة. شكرا لك للمرة الثانية على المشاهدة، ومع السلامة.